أخبار اليوم. يسعدني بداية أن أرحب بكم وأشكركم على وجودكم معنا اليوم ومشاركتنا هذا الحدث في موقع مول مصر الذي يشكل تقدما نوعيا في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية لمجمع التاريخ في مصر. نجتمع اليوم لنقدم لكم عرضا تعريفيا عن مشروع مول مصر بعد أن تخطينا عقدا من النجاح والريادة في مجال التسوق الحديث في هذا البلد الحبيب. واننا على يقين بانه بالتميز والابتكار ستستمر صروحنا هذه بتحقيق النجاحات ومراقبه متطلبات المستهلك المصري وتوفير نموذج فريد وناجح لجذب الاستثمار العربي على مول مصر. حابب اتكلم شويه عن تاريخ المجموعه في مصر. احنا اسسنا الشركه في 1998 ابتدينا اول مول فتحناه في 2002 في ديسمبر وبعديها بشهر فتحنا المول الثاني في اسكندريه اول واحد كان في المعادي والثاني كان في اسكندريه. وكل ما كان كل ما الدماغ بيزيد بنوسع على الموقع بتاعنا. النهارده في المعادي بيزورنا زياده عن 10 مليون زائر في السنه وفي اسكندريه 15 مليون زائر في السنه. في 2007 اشترينا حته الارض دي حوالي 400,000 فدان وبنبني عليها مول ان شاء الله هيبقى 440,000 متر نبات وهيبقى فيها زياده عن 420 متر. من الحاجات الاساسيه المهمه بالنسبه لنا الطرق والكباري. احنا بنستثمر في الطرق والكباري فقط للمشروع زياده عن الاقتصاد المصري. ولكن منذ ان بدانا عمليه الصحه الاقتصادي المصري ونحن ملتزمون التزام كامل بمساعده القطاع الخاص لاننا نعلم جيدا ان القطاع الخاص وراء خلق النمو لهذا البلد وراء خلق الوظائف لهذا البلد وراء تحقيق خطه الدوله خلال الاربع سنوات القادمه في هذا البلد. وبالتالي مش بس هنقف بجانب الاستثمارات الخاصه في ان هي تخلق وظائف، مش بس هنقف وراء الاستثمارات الخاصه ان هي تساعد على نمو هذا البلد، ولكن ايضا هنساعد مع الاستثمارات الخاصه على تعديل كل التشريعات العقيمه لفترات طويله في هذا البلد على كسر كل عوائق.